حسين، انا عملت حاجه عمري في حياتي ما كنت هعملها، ان انا اي كلايم ذا ماونتن، which is to me حاجه عمري في حياتي ما كنت هقدر اعملها من غير مكاي. كنت خايفه جدا، وكنت عمري ما متخيله ان انا ممكن اعمل اللي احنا عملناه ده واوصل كل ده فوق كده، وكنت فاكره ان انا حته صغيره وهتعب وهقول لك يلا نرجع مش عايزه اكمل. على غفله صرت احبه وبقربه ويا بقربي يقولوا تحفه. احنا صحى بدري وفطرنا وطلعنا، وكانت صعبه في الاول بس لا في الاخر كانت تحفه، كانت ورث ات بصراحه، وهعملها تاني 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 تاني. بس احسن جايد في الدنيا، من غيره ما كناش هنعرف نعمل كده خالص، ويعني كله بسبب الجايد. لو كان جايد تاني مش بنفس ال مش عارفه اقولها بالعربي، المواصفات بتاعته نفس مستوى الخبره، ما كناش هنعرف نعمل كده. You need help. خالص خالص خالص. انا افتكرت ان انا اول 10 دقايق هقول له عايز ارجع وعايز اروح الاوتيل، بس بصراحه كانت وهميه بجد. تحفة يعني احساس ما اقدرش حتى يعني اوصفه، عشان بجد عمري في حياتي ما حسيت الاحساس ده، فحلو جدا. احسن كلب مطيع في الدنيا وبيسمع الكلام وهادي وما حسناش بيه ومحظوظ، كلب محظوظ. يس اكيد لو عندنا الفرصه، لو جت الفرصه دي تاني عمرنا ما هنتردد ان احنا نعملها تاني. ايوه بالظبط كده. So we can take a break. It's very secure. There we go. Okay, let's do this. Okay. Smash the camera. Nice. Yeah, just shoot us that. Abish, can you pull? Oh, yeah. You like gripping nuts? Maybe you should grab peanut there. Yes, I'll grab. Wow. Yeah. Yes.
اوكي والله ما يطق بعصا ربي فيهم ابتلا يا حبيبي بس قل لي Got it? Yeah. Okay. So let's get it up. So wow. So just make yourself comfortable, just get a little gift. I'm gonna hand here.